بدكن تعرفوا كل شي عم بيصير بالجالية العربية بتورونتو؟ ما إلكن إلا تتابعوا برنامج Ask Mirna. أهلا بكل مشاهدي راجرز تي في بحلقة جديدة من Ask Mirna. حنبدأ حلقتنا لليوم مع ندوة إنسانية ثقافية من أجل مناقشة أمور المهجرين قصراً في العراق بسبب الحروب والدمار اللي حل بالمنطقة، من خلال حضور عدد من الجمعيات العراقية بكل أطيافها من الكلدان والسريان والأشوريين والأكراد والتركمان والصائبة وغيرهم كأخوة بجو من المحبة والسلام، بدعوة من سيد مظلوم الكردي ممثل الشعب الكرداني السرياني الأشوري. خلونا نشوف سوا هالريبورتاج. اسمي مظلوم مروقي، ممثل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في كندا. طبعا اليوم أكو عندنا دعوة إلى كل الأحزاب والمنظمات في كردستان العراق وفي العراق كذلك، وذلك العنوان الندوة مالتنا بعنوان النيو جينوسايد، يعني المذبحة أو المجزرة اللي صارت إلى أهلنا في العراق، الكلدان السريان الآشوريين، اليزيدية، الكاكائيين، الأرمن، التركمان، كل والصابئة المندائيين. فجمعنا هاليوم لتأييد أهلنا الموجودين في كردستان العراق والنازحين من سهل نينوى ومن الموصل ومن كافة أجزاء العراق إلى كردستان العراق. وبهذه المناسبة احنا نشكر حكومة إقليم كردستان على إيوائها وتقديمها يد العون والمساعدة إلى كافة أهلنا الموجودين تحت المخيمات، ونشكر وندعم حزب المحافظين The Conservative Party بالانتخابات القادمة، لأنهم اللي يساعدونا ودزوا القوات الجوية والمساعدات إلى أهلنا في كردستان العراق. شكرا جزيلا. شكرا إلى. We are witnessing terrible atrocities in Iraq and in Syria. You know this. You have family members there. Our government, the government of Prime Minister Stephen Harper, has stood shoulder to shoulder with the people of Iraq and Syria who are being oppressed and murdered in most horrible ways. By this evil organization, ISIS, and we need your support to continue this fight. We want to assist the people of Iraq in any way we can, but you can't change things unless you stop what the people are fleeing from. الأستاذ شاتو واني، رئيس البيت الكردي، أهلا وسهلا فيك. إذا بتخبر أكثر المشاهدين عن حالك ومشاركتك اليوم بهالنشاط. أهلا وسهلا بكم وتلفزيون روجرز. مشاركتنا مهمة في مؤتمر كهذا المؤتمر، وطبعا المنظمين مشكورين على هالتنظيم الجيد، وإحنا أتينا لكي نساند قضية شعبنا في العراق، قضية أخواننا الآشوريين واليزيديين وكل التجمعات الإنسانية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ضد الهجمة اللا إنسانية التي تحدث بأيدي الإرهابيين الدواعش. ونحن ككرد نقف مع أخوان المسيحيين واليزيديين والكاكيين وباقي التجمعات البشرية في المنطقة. 2000 year history of Christianity in the region. There are no Christian remaining in Mosul. Syria, where before the 2011 Syrian civil war, Christians numbered an estimated 1.8 million or 10% of the total Syrian population. Nearly one third of the population has been displaced. We all know the reasons behind this flight, the so-called Islamic State of Iraq and the Lebanon or ISIS. قيصر توما موسى، عضو بالمجلس الشعبي السرياني الكلداني الآشوري، مكتب كندا. أهلا وسهلا فيك، بتخبرنا اليوم عن مشاركتك بالنشاط. الحقيقة احنا اللي احتضرنا، يعني حضرنا هذا هاي الندوة، احنا مجلس الشعبي قمنا باستضافة هذه الندوة وباستضافة هذول اعضاء برلمان
الكنديين على مود اخوتنا المهاجرين النازحين اللي موجودين بالبراء. طلبنا من الحكومه الكنديه بواسطه هذول اعضاء برلمان ان يحضرون ان يساعدوهم ان يقوموا بواجباتهم. كيف بتعتقد هيك نشاط بيساعد اهلنا بالعراق؟ الحقيقه احنا قبل هذه الندوه قمنا بعدد ندوات اخرى طلبنا من عندهم وخليناهم يساعدوهم ودزينا خليناهم يروحون هم شخصيا هناك يشوفوهم وشافوا وضعهم. وهاي الفيلم اللي تشوفونه هسه اللي يعرضونه هم احنا اللي سببنا خليناهم يروحون يشوفونه. والحكومه الكنديه الحقيقه مشكوره دا تساعد اخوتنا المهاجرين ودا تساعد قوات البيشمركه بشمال العراق لضرب داعش ISIS. انا اسمي الخسرو من الاتحاد الوطني الكردستاني. اليوم انا شاركت هذا التجمع تجمع الكلد والاشوريين. نحن مستعدين حتى لندافع شعبنا، نطلب الشعب الكندي وكل العالم يشوف المأساة الذي تحدث بين الشرق الأوسط، خصوصا الأكراد العراقيين والمسيحيين والآشوريين والكلد واليزيديين وكافة الأنواع الشعوب بالمنطقة. ونحن متأسفين، الشعب كل العالم تنظرون إلى هذا المأساة الذي تحدث في العراق وساكتين. إلا نشكر بعض الشعوب مثل أمريكا والدول الأوروبية ساعد بيشمركتنا حتى تدافع على شعبنا من أقليم كردستان والعراق كلها. أيها الأخوة، لا أريد الرجوع إلى الوراء مئات السنين ما حدث لأربعين مليون كردي، مليون من الشعب الكردي من تقسيمهم إلى أربعة أجزاء موزعين بين الفرسي والتركي والعرب، وما جرى لحد اليوم من مآسي والقهر والتشرد والقتل والمقابر الجماعية ودفنهم أحياء، ولم تبقى سلاحا لم تجرب على هذا الشعب المظلوم، حتى سلاح الكيمياء المحرم دوليا. والعجيب من ذلك كل هذا أمام ما رأى وما سمع العالم، وخاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة والدول الغربية كبريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا، وأمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمنظمات التابعة لها. Marhaba to the Arabic community. My name is Lisa Raitt. I'm the conservative candidate for the riding of Milton, and I'm the Minister of Transport for Canada. And you can only see me on the Ask Myrna show. سلام للجالية العربية، معكم مالك جندلي على Ask Myrna. Ladies and gentlemen, good evening and thank you for coming tonight. Tonight we're celebrating our launching for Women World Development Group and we are so delighted to have you here with us. Women's World Development Group was founded a couple of months ago through Minority Assist Foundation and Support Center Incorporated. And I'm honored to chair it. غادة الحمداني، أهلا وسهلا فيك. أنت منظمة اليوم الإيفنت لجمع التبرعات لأطفال العراق، فيك تخبرينا أكثر كيف قمتي بهالمشروع؟ Yeah, hi Myrna, thank you so much for having me here. المشروع، you know, I have Sensuali Chic. First of all, I'm the designer and owner of Sensuali Chic. It's a lingerie and swimwear company. It's Canadian product. And actually a few months ago I had to go with Reverend Shafi within a delegation to Kurdistan and Iraq, and I've seen displaced people
and you know, it's like all their suffering. كان في كتير women, كان في كتير victims, young girls, you know, it's like under 17. There were 10, 9 years old. So actually we had the chance to see them there. We had to meet with them. So it's like before that, and I had the vision إنه نعمل شيء as a woman to help women. You know, we women are strong. Although, you know, it's like we have lots of, you know, it's like something from outside, you know, pushing us down. But نحن, we are strong. Yeah, so it was, I had the vision. But then once I visited Iraq, so right away when I came back, I thought, you know what, I'm not going to wait any longer. I have to do something. So actually, I formed the Women's Development Group. نخدم 5,000 طفل. قبل كم أسبوع سمعنا أنه الحرارة طلعت عالية هونيك وتوفوا 54 طفل. فطبعاً الشتاء لقدام نحنا. فقلت يو نو قبل ما نستنى الشتاء وبعدين حنقعد نبكي ونتوجع وقلوبنا حتنكسر، فخلينا نحاول نعمل شيء. فهيدي هي الفكرة. مناطقنا كلها مشتعلة وملتهبة بالوطن العربي، فعسى والعل أنه نمد لهم إيدنا من كندا. فهيدي هي كل القصة. هي ده عملك إنساني وكتير منيح. نحنا منهنيك على هالعمل الحلو اللي عم تعملين. إن شاء الله كل واحد يعني إذا بيعمل عمل صغير بيقدر يعمل كتير اشياء بالدول العربية. شكرا كتير لك انك معنا. سهلا، ثانك يو كتير. وكمان في سي بيقول لك انه انا ما في غير العالم كشخص مفرد، انا ما في غير العالم، ولكن كشخص مفرد فيني غير عالم لشخص. يعني انا الطفل فينا وي سبونسر طفل، فينا نتكفل طفل، فينا نأمن له اكله وشربه ومصاريفه لمدة يوم. يعني احنا مثلا بكندا $30 ما بتعمل شيء عنا، ولكن بهديك الدول $30 بتكفي لشهر بين أكله وشربه وبين إنه يعني نهيئ له مكان يدفى فيه أو يكون you know like shelter لإله. فبتمنى إنه الكل يشاركنا، وبنتمنى إنه تخلص هالمأساة بكل العالم. إن شاء الله يا رب. Thank you. Thank you. Well, good evening, everyone. What a wonderful evening to raise some money for a very important cause. I want to welcome each and every one of you here, and I want to thank my two beautiful hostesses for welcoming me to walk through tonight and greet each and every one of you. And again, thank you for being here, and thank you for your generosity. I have a number of thank yous that I would like to do. First of all, I certainly want to thank GADA and Medlem for arranging tonight's event. It is true, I had the opportunity to visit the Kurdistan region of Iraq with both of them and see a lot of human tragedy on the ground as a member of parliament. And I want to thank them for not forgetting what we saw, what we endured, and to make sure that we as Canadians can keep doing something to support people a long way away from where we live tonight, and help support them as they're dealing with the tragedies that we do see in Iraq and Syria today. I also want to thank my very good friend, the Reverend Majid Al-Shafi from One Free World International, because, you know, One Free World, if it wasn't for One Free World, I have to tell you, parliamentarians, in my personal opinion, would never have the opportunity to go to parts of the world that are really suffering, where I think parliamentarians need to see what's going on around the world, and where we as a Canadian government, we as members of parliament and senators in Canada, can be advocating for greater support to help those who need that support. أستاذ شريف السبعوي، أهلا وسهلا فيك باليوم عم يتبرعوا مشان أولاد العراق، فيك تخبرنا أكثر عن مشاركتك؟ Thank you very much Myrna. أنا سعيد طبعا إن أنا أكون معكم مع المنظمين النهاردة. Minority Assist غادة طبعا عاملة مجهود رائع تشكر عليه، يعني أستاذ ماجد الشافعي والمنظمة بتاعته ساعدت كتير في إن يعني to spread the word. والفيديو اللي هم عملوه في العراق طبعا كان مؤثر جدا، وأعتقد أنه حيكون له تأثير كبير في أن الناس step up to help يعني أطفال العراق. طبعا الفيديو محزن ويقطع القلب يعني،
ويعني احنا طبعا املنا في دايما في منظمات المجتمع المدني ان الجوفرنمنت بتحكمها شروط كتيره علشان يقدر يعملوا فاندنج لحاجات انسانيه برا كندا. يعني في فاندز معينه سبيشال يعني بروجرامز وكده. السيفيك اللي هم الناس العاديين طبعا ممكن يعملوا اكتر فليكسيبيليتي يعني من الجوفرنمنت. فاحنا طبعا يهمنا ونامل ان الناس تستيب اب وتساعد، لان طبعا في يعني كارثه انسانيه كبيره والشتاء دخل علينا، يعني قصدي الكارثه حتى ازداد. فاحنا فعلا هم ان ديسبريت نيد يعني. فاحنا طبعا مهمتنا ان احنا حاجتين، ان احنا نحاول نساعد في الجهود ديت علشان نقدر اغاثات انسانيه، زائد ان احنا نلوبي على الحكومات سواء الحكومه الكنديه او غيرها من كل النشطاء في العالم ان هم يعرفوا العالم ايه اللي بيحصل في العراق ومأساة اطفال العراق والجينوسايد اللي بيحصل للعراقيين اليزيديز والماينوريتيز في العراق. فدي مهمتنا ومهمه الكوميونتي كله، مش حد بعينه يعني. وعشان كده يعني انا طبعا انا بحيي وليد ان هو ماجد الشافعي ان هو اخذ الاعضاء البرلمان نزلهم على العراق وخلاهم يشوفوا رؤى العين، لان طبعا seeing is believing. يعني هم يشوفوا بعينيهم بيتكلموا عن حاجه هم شافوهم، مش حاجه احنا حكيناها لهم. فدي حاجه ممتازه جدا، ويا ريت يبقى في يعني مبادرات زي دي كتيره عشان العالم يعرف اللي بيحصل سواء في العراق بقى او في سوريا في فلسطين في لبنان في مصر. يعني كل الحاجات دي اللي بتوصل هنا بتوصل بطريقه فيها مغرضه، يعني فيها الميديا العالميه بتلعب فيها دور كبير. مهمتنا ان احنا نوصل للحقيقه، وطبعا مهمتكم كاعلام بتاعنا او بتاع الجاليات بتاعتنا انكم توصلوا تجيبوا لنا الاخبار دي عشان نقدر نستعملها ونعرضها لاعضاء البرلمان والسياسيين واعضاء السينتس ونقول لهم هذا هو ما يحدث. رويال رستوران لاونج بيستقبلكن بحل جديدة لأجمل السهرات والمناسبات وأشهى الأطباق. زوروا رويال بميسيساغا 905-281-8259. But this is didn't make me hate them. Out of my belief that you cannot hate, you cannot afford to hate. Believe it or not, you cannot even afford to hate your enemy. And this was the commands of our Lord in the Bible. Love your enemy. Bless who will curse you. الأستاذ مجيد الشافعي founder of One Free World International Human Rights Organization. أهلا وسهلا فيك اليوم بالنشر. أهلا وسهلا بك. فيك تخبرنا أكثر عن مشاركتك اليوم بالكل شيء عم بينعمل لجمع التبرعات لأولاد العراق؟ المنظمة بتاعتنا اسمها عالم واحد حرا، One Free World International. تأسست المنظمة دي لمساعدة المسيحيين المضطهدين أو أي أقلية مضطهدة. ففي الوقت الحالي احنا سافرنا العراق مع أعضاء البرلمان، ترأس الوفد على أساس اللي هنطلع على العراق وسوريا على أساس اللي احنا نساعد الناس بقدر المستطاع. فأول رحلة عملناها أخذنا معنا أكتر من نص طن أدوية لمستشفى الدهوك، وقدرنا لغاية دلوقتي اللي احنا نحرر أو نساعد في تحرير بعض البنات اليزيديات من تحت إيد داعش. فالمنظمة بتاعتنا هي منظمة إنسانية، بنحاول بقدر المستطاع اللي احنا نساعد الأكراد، بنحاول نساعد المسيحيين، بنحاول نساعد اليزيديات البنات اليزيديات. وده اللي احنا بنعمله، وهذا احدى المؤتمرات اللي احنا بنحاول يعني نخلي الناس تتبرع على اساس ان احنا نقدر نعمل اكتر. We just arrived Arbil, Iraq, and basically we are here hearing stories of genocide and massacre happening to the Christians and other minorities such as the Yazidis. And our delegation just arrived right now to investigate the situation on the ground, to help the people on the ground. It's a very dangerous situation. In the next few days, we'll be witnessing the crimes, but we will also witness the blessing of God. Thank you.
our enemy came with a message of death, but we came with a message of life. It's a disaster. Like, the people is definitely hungry. They live in a very bad condition. No health care. They need to go back to their home. They need to feel safe again. They need to feel secure again. If you put yourself in their place, it's nobody can live this way. From Sinjar, and he said the reason we flee because ISIS, they come to our town and they beheaded all the men and they kidnapped all the girls. He said one of the schools, there were 300 people beheaded and their women and their wives were taken to Mosul or they were kidnapped. تقريبا 12 جن بو ويديهم زارو كرنا غرفة كيف داري لي كرتن مير كشتن أو غاز باندا كرو كرنا طرم بلادم برن يعني برچافت وا؟ برچافي ما مادي مير كشتن و غاز باب داقا مواندا كرن ديكاتا با؟ ديكا مو ويدي جمانو إن My mother and aunt, because they were old, they put them in a room with a few kids. And they start burning them. But before burning my mother and aunt, they killed our men. And after that, only the girls, they took us, they put us in the car and took them away, took us away. Peshmerga troops is in the top of the mountain, and in order to secure the village to the best of their ability, or they are in a fight right now with ISIS. You can see that they dig basically here on the ground to protect themselves from any car bombs or any suicide attempt to take over and hurt the people here. So this was a school, and when the suicide bomber destroyed the whole school, and you can see here evidence of books and for children and it was a school to teach kids. The name of the school is Qasr Reach. And you can see the kids was learning. It's very sad thing happened. Thankfully, during the attack, there is no kids got hurt during the attack. But you can see they lost their school. And if the attack happened during the time that there was classes, this would be a way bigger catastrophe. So in the whole area is around 4,500 families. In this building? No, not this building. No. In the whole the aid that they are receiving right now is just for basic needs. So their food, their water, is just very basic and is not enough even for the very basic that when they, whatever there was a Red Cross sign. Is that who's providing it? There was a sign for the Red Cross. He's saying that the Red Cross just took this part as an example, as an experience. So they are presenting only breakfast and dinner.
Okay. That's all what they are providing right now is breakfast and dinner. I am actually surprised of what he just said. He said UNHCR did not present anything at all. All what UNHCR are doing right now is collecting the information and the database in an order then, after their long research, they will present help. From the community of 25,000, 550 being kidnapped, women, children, and men. So on the 25,000, there's 550 being kidnapped. 320 is missing. They don't know where they are. 550, they know that they're being kidnapped by ISIS, by ISIS. And 320, they are not accounted for. There is no account for them. This massacre has to be stopped. These kids, we met with kids that they lost their family member. We met a girl that lost her mom and dad in an explosion. And it's creating new generation of pain. And if the international society did not interfere now, this would be a genocide. More people will be killed, more people will be hurt. And sadly, the world is doing too little and too late. أهلا وسهلا فيكم مكتبي. أنا فؤاد ديب، بروكر في شركة ريماكس، في خدمة الجالية العربية مجال العقارات والمورجج. استشارة مجانية، خبرة 18 سنة بين أيديكم، بخدمتكم دائما. أهلا بكم في أرسن شيفرلين إيرم ميلز، أنا نبيل برحب بجالية العربية. أرسن 65 سنة جنرال موتور ديلر. أهلا بجالية العربية، شرفونا. زيرو داون بيمنت وزيرو فاينانسنج لأي عربيات مستخدمة أو جديدة. خلصت حلقة أسك ميرنا لليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. تواصلوا معنا على السوشيال ميديا. شكرا للمتابعة ونشوفكم بالحلقة الجاية.